لسبب أو بآخر. البحث كان له دور كبير جدا في إنضاج ثورة 14 أكتوبر على المستوى الشعبي، لكنه لم يتبنى العمل المسلح في بدايتها. تبنتها جاءت الجبهة القومية أو الحرية القومية العرب، فانطلقوا بمساعدة من عبد الناصر في تبني العمل المسلح، وانتقلوا إلى الريف، إلى ردفان، إلى آخره يعني. والبعث ظل نظل وطني مش سلمي، تقدر تقول ما حملش السلاح. وكانت في هذه الفترة فترة يعني تشتري الناحية الانتقادية فترة رهيبة، يعني كان في يعني القتل بالهوية، صراع بين القوى الوطنية، وهذا أنا أعتقد أنه عامل سلبي. قتلوا علي حسين القاضي اللي كان مسؤول الاتحاد العام للعمال، مسؤول المؤتمر الشعبي، مسؤول المؤتمر العمالي، فأغتالوا طبعا متهمة الجبهة القومية فيه، تمام. وهذه كان عملية ما هيش محببة يعني، وتبادلوا الاتهامات وكذا إلى، وهذه أيضا أثرت على مسيرة الحركة الوطنية لمواجهة البريطانيين. توالت التشكيلات وأخذت ترسيم مساراتها بوجهات نظر متعددة. ففي العام 1964 شكلت الأحزاب والقوى المعارضة للجبهة القومية من بعثيين وشخصيات أخرى من جنوب اليمن المحتل وشماله منظمة التحرير الوطنية بقيادة حزب الشعبي الاشتراكي، وحددت أهدافها بالتحرر من الاستعمار ووحدة اليمن. وتحالفت هذه المنظمة مع المؤتمر العمالي لتوحيد نضالهما. نهاية العام 64 عقد مؤتمر في تعز بمباركة حكومة الشمال وبعض المتحالفين للبعثيين، من خلاله تشكلت جبهة التحرير التي كان البعثيون في واجهتها. وقد كانت هذه الجبهة هي القوة البارزة التي تنازع الجبهة القومية الدور الريادي للحركة الوطنية في الجنوب. منذ اجتماعها الموسع وقفت الجبهة القومية في صنعاء موقف المعارضة والحذر من عناصر في حزب الشعبي الاشتراكي بصفتهم أعضاء من حزب البعثي العربي الاشتراكي ومتواجدين في المؤسسات العسكرية والمدنية بصنعاء، ويتمتعون بثقل كبير داخل هذه المؤسسات. استطيع أقول أنه البعث أيضا أسس منظمة مسلحة اسمها جبهة التحرير الشعبية، واستشهد منه أحمد سكران وناصر النكاع وإلى آخره، تمام، على أساس أنه بدأوا يدخلوا في العمل المسلح، و حققوا كثير من الإنجازات واستشهدوا كثير من الشباب، تمام. شاركوا في المؤتمر في التنظيم الشعبي، وكان معنا رفيق اسمه أبو قر العبسي محمد علي المقبل، هذا كان يقود التنظيم الشعبي في عدن ضد البريطانيين، وقتل وحمض جثته كمان، يمكن قد قالوا الشباب عن الموضوع هذا أو ما قالوا ما أدري. يعني كانت الفترة الأولى لثورة أكتوبر كانت يعني في كثير من الدمارات، وهو نوع من الانتصار لرأي واحد، وهذا ما نعانه حتى الآن للحركة الوطنية اليمنية، لأنه ما فيش أحد يملك الحقيقة لحاله، الحقيقة موجودة عندي وعندك وعند أي واحد ممكن نوجدها، لكن ما تملكهاش وحدك، تمام. فكان كل واحد يريد أن يلوي ذراع الآخر. وإزاء ذلك الانقسام للقوى التحررية في الجنوب، قرر مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الأسكندرية العام 64 السعي نحو دعم حركات التحرر تلك وتوحيد الصف وتجميع كل القوى في إطار تنظيم واحد، ولكن كل التحركات باءت بالفشل. الجبهة القومية التي كانت عادي ما يعني زالت تحت التأسيس أخذت بهذا الاتجاه وتبنت هذا المقاومة وبدأت عملية الكفاح المسلح. طبعا فيه ملابسات تاريخية كثيرة،
لأنه مع قدوم القوات المصرية إلى اليمن بدأت تدعم الجبهة القومية وأيضا جبهة التحرير التي أنشئت كرد فعل للجبهة القومية، بدأت تدعمهم على أساس أنهم أطراف قومية. هذا الدعم أدى إلى حدوث صدام بين منظمة التحرير، بين جبهة التحرير وبين الجبهة القومية، وسارت في معارك في الشوارع، والحزب أدان ما حدث وحاول أنه ينزل بمشروع لتوحيد يفعل عمل جبهة، جبهة من الأطراف السياسية الذي موجودة، وكانتهم الجبهة القومية وحزب البعث وجبهة التحرير، ما فيش غيرهم. طبعا في الأخير لم يتمكن، أعلن مندوب الحزب يعني الجبهة القومية، أعلن مندوبها في مؤتمر في آخر كلمة له، قال بأنه يعني الباب مغلق في هذا المجال، وكان هو قد نسق مع بريطانيا في استلام الحكم. مضت الأحداث السياسية والميدانية بشكل سريع، فقد تفكك النظام الاتحادي على إثر تمرد 20 من يونيو 1967. بعدها قامت الجبهة القومية بنشر نفوذها على معظم مناطق الاتحاد وكذلك على حضرموت. حاولت بعدها جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل السيطرة على بعض المناطق، حيث أدى هذا التسابق إلى اصطدامات دموية بالأخص في لحج ودار سعد والشيخ عثمان. وبعد أن فشلت جبهة التحرير في تصحيح الوضع لصالحها، توجب عليها أن تلين مواقفها السابقة، فقد انقطعت عن اعتبار نفسها الممثل الوحيد لشعب اليمن الجنوبي، وتخلت عن مشروعها الرابي إلى تشكيل حكومة في المنفى. وكل ذلك الحراك وفشل كل التحركات لاحتواء الخلاف، ولما الشمل لم يكن العامل فيه محلي فقط بل إقليمي أيضا بدرجة رئيسية. فالخلاف الذي صار بين عبد الناصر وحزب البعثي العربي الاشتراكي هو الآخر ظل في تطور مستمر، وبالمقابل ظلت الانعكاسات مستمرة في اليمن، وظلت السياسات هي السياسات، وظلت الصراعات هي الصراعات، والنتيجة مزيدا من نزيف الدم والصدام المسلح واسع النطاق. خلاف بين عبد الناصر وحزب البعث بعد انتكاسة الوحدة، طبعا الوحدة 58 تحققت بين سوريا ومصر بقيادة حزب البعث عبد الناصر، وكان طبعا نائب رئيس الجمهورية بعثي في مصر في 58 اللي هو أكرم الحوراني. والإخوان الحركة القومية العربية ما كانش في حركة القومية، كانت تابعة للتيار الناصري، تيار عبد الناصر، يعني معجبين بعبد الناصر، وكان نتيجة للخلاف اللي بين عبد الناصر وحزب البعث انتقل إلى اليمن وأعطى هذه الصورة إنه كيف يعني إنه البعثين هذو منحرفين ويعني من هذا الكلام اللي ممكن ما يقبلش، يعني رغم إنهم كلهم يحاربوا الاستعمار وواقفين بخط واحد ضد الاستعمار، لكن الخلافات الفكر مش فكر، ما أقدرش أقول فكرية لأنه ليس هناك فرق بين فكر عبد الناصر وحزب البعث، وحتى بالشعارات البعث يقول وحدة حرية اشتراكية والناصرين يقولوا حرية يعني إيش حرية اشتراكية وحدة، يعني هي نفسه بس تقدمت تأخرت. يعني كانت أنا بوجهة نظري كان عمل غير ناضج وغير مسؤول أن نصفي بعضنا البعض. يعني هيمنت الجبهة القومية على كل البلد تقريبا، ووجدت أنه من غير الطبيعي أن تفلت عدن من نفوذها. وأما جبهة التحرير فقد كانت عدن بالنسبة إليها ذات أهمية حياتية، فالإشراف على منطقة عدن كان أهم بكثير من السيطرة على مناطق البلد الداخلية، وهكذا كان الاستيلاء على عدن مسألة حياة أو موت بالنسبة لجبهة التحرير. لكن وبعد عدة أيام من المعارك الطاحنة خسرت جبهة التحرير معركة عدن، وعلى الفور بدأت مطاردة أتباعها ومناضليها،
وتبع ذلك تطهير الجيش والشرطة والإدارة منهم. البعثيين كانوا في تلك الأيام كانوا بين النار والحياة والموت، لأنه بعد التحرير بعد الاستقلال مباشرة تستطيع أن تقول 68 كانت معارك طاحنة بين الأحزاب السياسية والحركات السياسية. كان عندك جبهة التحرير وكان عندك الجبهة الشعبية وكان عندك منظمة التحرير وكان في هناك حزب البعث وكان في الحزب الشيوعي اليمني اللي هو حزب الشعب وعبد الله باديب، وفي كان الجبهة القومية. الصراع كان على أشده في هذه المرحلة، وبالتالي يعني عشرات بالمئات من البعثيين قتلوا، ومن التيارات الأخرى في صدام أهوج غير متوازن بعد الاستقلال. يعني كل يريد يستلم السلطة من قبل من تعرضوا؟ الجبهة القومية استلمت السلطة من بريطانيا، تمام؟ داخل الجبهة القومية صاروا أطراف وصاروا رؤوس، وكل يريد يكون هو المتقدم، ولهذا الصدام مع قحطان الشعبي واغتيال عبد اللطيف الشعبي، وهو كان أفضل ما انقبت اليمن في الجنوب. يعني كان رجل فيصل عبد اللطيف، فيصل عبد اللطيف كان من أفضلهم كلهم، وقحطان أيضا عاقل ومتوازن، وعرفته قبل، أنا عرفته في القاهرة قبل الثورة. فرجال حرام راحوا ضحية بدون مبرر. يعني السبب أنه كان في موجة الثورة والثورية، يعني هذا الاندفاع كان يعمي أبصارهم، ما عاد يشوف إنه هذا أمس كان معه في خندق واحد يقاتل بريطانيا، نسى إنه كانوا مع بعض في خندق واحد، لا يعتبر ذا الحين عدو خطير يمكن يستلم السلطة ويذبحه. هذا اللي صارت في الجنوب بعد الثورة. البعث كان موجود ولكن لجأنا إلى الأوكار. خرجت الجبهة القومية منتصرة من الصراع الدموي الذي دام من 1 إلى 6 نوفمبر 1967 للميلاد، وبسقوط عدن صار البلد تقريبا تحت إشرافها. لهذا قررت بريطانيا وهي على وشك الانسحاب أن مصلحتها تكمن في التعاون مع الجبهة القومية وتسليم السلطة لها، وهذا ما حصل فعلا. إذا استلمت الجبهة القومية من بريطانيا القواعد والمطارات والمنشآت العسكرية وكذلك الإدارات الحكومية المدنية، وأعلن عن استقلال اليمن الجنوبي في 30 من تشرين الثاني عام 1967 للميلاد. وللقصة بقية.